وبنور كانوا عين النور وابسط رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليه قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا Θεός, ο Άγιος εις Κύρος, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημών. Κουδούσον ηλέ, κουδούσον ηλκάουι, κουδούσον ηλέδι, λαϊαμούτ ερχάμνα. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الدهرين آمين آيك يا سفانة سليس نمار قبر عنصر حياتنا لأنه حطم الموت بالموت ومنحنا الظفر والرحمة العظمى بارك يا سيد مباركة مملكة الأب والابن وروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين آمين بسلام إلى ربنا أطلب كيريا واتحاد الجميع إلى ربنا اطلب كيريا لايسون من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربنا اطلب يا المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين إلى ربنا اطلب كيريا لايسون من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس إسبولايتي ذاسبوتا أركان المكرمين شمامس الخدام في المسيح جميع الإكليس والشعب إلى ربنا اطلب من أجل ملوكنا الحسن
ثاني العباد المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم إلى ربي نطلب. المقدسة وهذه المدينة جميع المدن والقرى المؤمنين الساكنين فيها إلى ربي نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى ربي نطلب. كيري أليسون. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر، المرضى والمضنيين والأسرى وخلاصهم إلى ربي نطلب. غضب وخطر وشدة إلى ربي نطلب. أغض وخلص وارحم واحفظ يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنود أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود هاي والأب والابن وروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر آمين. عظيم هو الرب ومسبح جدا فيك قيلة المفاخر يا مدينة الله بشفعة والدة الإله يا مخلص خلص الله معروف في قصورها مثل ما سمعنا كذلك رأينا Τις βίας της Θεοτόκου σώτερ σώσονιμα. Αλμαγδου λιλάβι βαλιμνι βαλρούχι λκουδούς αλάνα βαλκουλά βάνιν βαλιλά δάρι δάιριν. Αμήν. Βισαφάτι βαλίδατι λιλά. Για μουχαλισου سلام إلى ربي نطلب. كيري أليسون. أغض وخلص وارحم واحفظ يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة هي الفائق قدس والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنود أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الليلة. لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن كل آن وإلى الدار الداهرين. لقد قدس العلي مسكنه والقداسة والجلال فيه
مقدسه. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. هذا هو باب الرب ومنه يدخل الصديقون. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. قدوس هو هيكلك وأنت عجيب في عدالتك. صوني ماسي ثيو وأناستاس نكرون صالون داسي هللويا. المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر. الذي لم يزل غير مائل لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى ربي نطلب. كيري أليسون أوضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة طير الفيق البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله أيتها الفائق والدة الإله خلصينا. مع جميع القديسين لنود أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنك الإله الصالح والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. آمين. حطمت بصليبك الموت وفتحت للص الفردوس وحولت نوح حاملة الطيب وأمرت رسلك أن يكرزوا بأنك قد قمت أيها المسيح الإله مانحا العالم رحمة العظمى. حطمت بصليبك الموت وفتحت للص الفردوس وحولت نوح حامي لطيطي ومرت رسلك أن يكرزوا بأنك قد قمت أيها المسيح الإله مانحا العالم الرحمة العظمى. صوفي
وكنز مجد الله الشريف مدخلة معها النعمة التي بالروح الإله فتبشر الجميع بالمسيح فلنهتفن نحوها بصوت جهير قائل السلام عليك يا إتمام تدبير الخالق متفرطة ناوستوس ديروس إيبوليتيبيتوس فاستاس كيفا فنوس Hail Mary, so.
للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين آمين. قدوسوني الذي لا يموت ارحمنا. Oh.
يا ربي خلص الحسن العبادة Padre nostri,
العهد الأول كانت له أيضا فرائض العبادة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، وكانت فيه المنارة والمائدة وخبز التقطيمان، وكان وراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، وفيه مستوقد البخور من الذهب وتابوت العهد المخشى بالذهب، من كل جهة فيه قصد المن من الذهب، وعصى هارون التي أفرخت ولوح العهد، ومن فوقه كروب المجد المظللان الغطاء، وليس هنا مقام الكلام في ذلك تفصيلا، وحيث كان ذلك مهيئا كذا فالكهنة يدخلون إلى المسكن الأول كل حين ليتمموا الخدمة، وأما الثاني فإنما يدخله رئيس الكهنة وحده مرة في السنة، ليس بلا دم يقربه عن نفسه، فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. سلام لتبيئك ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تسمى مريم، فجلست هذه عند قدمي يسوع تسمع كلامه، وكانت مريم مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما يعنيك أن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقال لا تساعديني. فأجاب يسوع وقال لا: مرثا مرثا، إنك مهتمة ومضطربة في أمور كثيرة، وإنما الحاجة إلى واحد
فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة من الجمع صوتها وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثدين اللذين رضعتهما. فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. نستقبل مليك الكل تحف بالمراتب الملكية بحال غير منظورة. هللويا هللويا هللويا. إذننا مجمعون أن نستقبل مليك الكل تحف بالمراتب الملكية بحال غير منظورة. هللويا هللويا هللويا. Oh.
الكتابش استاذ لك تقديس يتشفيس جميعكم مع
جميعكم. ما جميع المسيحيين الحسن يا العباد الأرثوذكسيين. ما جميع المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين. سواء القبر المقدس القابل للحياة وزوار القبر المقدس القابل للحياة قد وزوار حد الكنيسة المقدسة ليذكر رب الإله ملكوته كل حين الآن وكل آن وإلى داحي داحرين. ليذكر رب الإله بملكوته السماوي كل حين أنا وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. رياستك ملوتك ليذكر رب الإله في ملكوت السماوي كل حين لنا وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. Χριστοστόμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου του Συμπροσευχομένου, Αντών των αδελφών ημών Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων και Μοναχών και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος των αδελφών και συλλειτουργών ημών Ιερονύμου και Νεκταρίου των Ιερομονάχων, Ιμπραήμ, Παύλου, Αγιούπ, Πέτρου, Τζίργες, Φάραχ, Σίμωνος, Νεκταρίου, των ιερέων μετά των πρεσβυτέρων τέκνων και υγείων αυτών, Ψάρα, Διακόνου, του προσκαιροτονίαν ευπροεπιζωμένου, Αμπάνα, της δούλης του Θεού, Βάλος, Υγείας και Σωτηρίας υπέρ αυτής, Υπομέν, Αμπάν, Πατριάρχηνα Θεόφιλος, ουα τζαμία ελκουάτιν αμπιλ Μασίχ, τζαμία κουμα τζαμία αλ Μασίχιν αλ Χάσανι αλ Μπάντου Ορθοδοξίν, αλ Μαουτζουντίν αφιλ Χάδικι αλ Κανίς αλ Μουκάντασα, Μάνι Σάιχι, Ουλάντιχι Μουκαλά Μουρατινίνα, Ιάθπουρου Ραμπουνιλά, Τι Μαλακούτιχι Κουλαχίνιν, Αλάνα Κουλαβάνιν, Βίλα δάχρυ δάχυρη. Αμήν. Ριάσατα καχανούτικα, λιάδκουρα πουλιλά, φι μαλακούτιχη κουλαχίνη, αλάνα μακουλαβάνη, وإلى دهر داهرين. آمين. Μοσχητώρων και ανακαινιστών του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των Αηδήμων Πατριαρχών Ιεροσολύμων, Ανθίμου Πολυκάρπου, Αθανασίου, Κυρίλου, Προκοπίου, Ιεροθέου, Νικοδήμου, Γερασίμου, Δαμιανού, Τιμοθέου και Βενεδίκτου των Αηδήμων Πατριαρχών, Αριστοβούλου, Κωνσταντίνου και Σιλβέστρου, των Αηδήμων Αρχιερέων, των Αηδήμων Προκατόχων ημών Αρχιεπισκόπων Γάζης, Μητροπολιτών Φιλαδελφίας, των Δούλων του Θεού των Ιερέων, των Ιερατευσάντων εν τη Μητροπόλη της Ιορδανίας,
Βαρθολομαίου Παϊσίου Ιακίν του Αβραμίου Αλεξάνδρου των Αρχιμανδρητών, Ιμπραήμ Σιλμάν Αθανασίου Τζόρτζη Σκάκ Χάνα Τζίργε Σαντίπ, Σαΐτ Μανσούρ Νάπε Ιούσεφ Σαΐτ Αΐσα, Γιακούπ Αγιούπ Ιμπραήμ Σαλάμ Σουέλ Φάρα, Ιμπραήμ Ιούσεφ Ατάρα Νάσερ Σαΐτ Μιχαήλ Χαλίλ, Ναστράλ Αΐτ Τζίργε Νικόλα Τζόρτζ Γιακούπ Σαλίμπα Αΐσα Ιούσεφ, Σαΐτ Νάσερ Σάλεμ Αγιούπ Τζόρτζ Τζίργε, Αμπτάλα Χάνα Ψάρα Μιχαήλ Μούσα Σαλάμι Μούσα, Τζόρτζ Αΐσα Αμπτάλα Σαλίμ Σάλεμ, Χάνα Σάμπα Όντι, Χαλίλ, Αμπτάλα Αΐσα Αΐσα Σάλεμ Σάλεμ, Σάλεμ Αΐσα Σάλεμ Σαλάμι Σαλμάν Χαλίλ, Αΐτ Ράζι Σιλμάν Χαλίλ Σιλμάν Θωμάς, Πέτρου Σπυρίδωνος Μιχαήλ Αΐσα των Ιεραίων και των δούλων του Θεού των ευεργετών της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, Σαλίμ Εμίλ Φουάτ Κάμε Λιμάτ Μήτρη Γιούσεφ Ναουάλ Φάρα, Ιμπραήμ Άιμαν Απτελμασί Χιλία Ιμάτ Ουαλίτ Σάμετ. Διάθκουρου ραμπουνιλά, τη μαλακού τυχή κουλαχίνιν, αλλά να κουλαουάνιν, που η λαντάχρητα Κυρία. مطران فيلادلفيا وسارد الجزء الاحترام الموجهة إلى الشماس الابن الروح المحبوب الرب المتقدم لنعمة الكهنوت المقدسة الشماس بشارة دحابري الكلي الورع. ها هي لحظات انتخابك لرتبة الكهنوت المقدسة باتت وشيك لتجعلك النعمة الإلهية راعياً لخراف المسيح الناطقة وتحولك من الشموسية إلى درجة أسمى تؤهلك لتقف أمام المذبح المقدس لتقرب عليه الذبيحة الإلهية هناك حيث تحمل على كاهلك أن تذكر الأحياء والراقدين وهناك حيث تحمل في صلاتك جميع من طلب منك الصلاة لأجله إنه لحمل ثقيل قلة من تنبه له وتنبه لما هو أهم من ذلك بأن رب المجد نفسه هناك تحمله تحمله بيديك إصبعينك فيا لها من لحظات رهيبة لا علم ولا درجات علمية ترقى إلى هذا المستوى سوى من تجعله النعمة الإلهية أهلاً لذلك فلا تغفل يوماً عن تلك الحقيقة. الشماس بشارة وإنما إذا جئت تطلب اليوم أمام الباب الملوكي أتطلب سيامة أم تطلب مكانة أم تطلب خدمة أقولها لك بأنك إن لم تطلب تواضعاً ومحبة لن تهنأ بهذه النعمة فهي نعمة لا يلبسها إلا المتواضعين في الزمان الغابر في أيام كنيستنا الأولى وأظنك تعلم ذلك من خلال دراستك لعلم اللاهوت
كانت الكنيسة تركض وراء الرهبان المتوارين عن الأنظار لتشرطنهم كهنة وأساقفة. فالتواري عن الأنظار يا بني كان من سمة المتواضعين والزاهدين في هذه الدنيا ومتعها، فاذكر ذلك، فأنت خادم للمسيح وللخراف مجانا. واسمع مع بولس الرسول كلام السيد له المجد: تكفيك نعمتي، فإن اكتفيت بنعمة صاحب النعم فكسبت، وإن فتشت عن النعم بطرقك الخاصة فأنت خرجت عن الأمر اللائق، وهذا سيبعدك رويداً رويداً عن الخدمة الحقيقية. عرفتك شاباً فتياً حينما ساعدتك وأرسلتك إلى اليونان لتتعلم اللاهوت، وكما عرفتك عند عودتك من خلال خدمتك في المطرانية. ولكن الآن أنت أصبحت شماساً، واليوم وفي عيد دخول السيدة إلى الهيكل ستصبح كاهناً، تدخل مع والدة الإله إلى قدس الأقداس. فاسكن قلبك وروحك هناك كما فعلت والدة الإله وسكنت طفولتها كاملة في قدس الأقداس، وجعلت مما تحضره الملائكة زاداً لها، وأن تفعل الأمر ذاته وتغذى من النعمة والبركة بوجودك أمام المائدة المقدسة هناك، حيث يستعير الكاهن الأعظم يداك وفمك لتتميم سر الإفخارستية. فاجعل يداك طاهرتين ولسانك لا ينطق إلا بالإلهيات، وعيناك لا تشخص إلا بمنظر الذبيحة الإلهية الرائع والتي تقدم عن خطاياك وجهلات الشعب. فالشعب يا بني يجهل وأنت تخطئ، فانظر ما أنت فاعل في هذا. الابن الروح الحبيب، بعد لحظات وشيكة ستندبك النعمة الإلهية لتكمل نواقصك وتشفي أمراضك، فتخشى أمام هذا السر العظيم. وابق أميناً على الكلمة وراعياً محباً متواضعاً طائعاً، فالمحبة لا تنتفخ ولا تطلب ما لنفسها. المحبة يا بني لا تفرح بالسوء بل تفرح بالحق. وأما أنت فمعك اليوم صلوات الكهنة المشاركين في هذه الخدمة الشريفة، وبركة كبيرة لك بحضور رئيس أساقفة قبرص المتواجد معنا في عمان حالياً، كما ولا ننسى بركة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وأعضاء المجمع المقدس الذي منحك هذه البركة وانتخبك لتكون كاهنا للعلي، فكن عند حسن ظنهم. ولا تنسى بركة دعاء الوالدين وجميع الحاضرين الذين يصلون اليوم لأجلك. لا تنسى ما سمعته مني اليوم، كن صادقاً مع الله أولاً ومع نفسك ثانياً، ولا تجامل ولا تهادن بالإلهيات، فأنت لن تصبح كاهناً للصالونات والمجاملات والنفاق، أنت كاهن العلي. ولا تنسى ذلك، فها هي خطوات لننادي بك لتدخل وتحمل بيدك الوديعة التي ستسأل عنها يوم الدينونة الرهيب. فاسعى منذ الآن أن تكون حسن الجواب أمام المنبر الإلهي. يا بني لا تنسى من ستذهب إليهم بعد سيامتك لتخدمهم هناك في الفحيص، البلة الجميلة بأهلها وعراقتها وأصولها تحتاج منك انتباهاً كبيراً ومحبة تشمل فيها جميع أهلها، فأنا أعرفهم جيداً وهم لن يبخلوا كما عهدتهم عن تقديم يد العون لعملك الرعائي إن نظروا فيك الكاهن والراعي الصالح. فها وقت يا بني يعمل فيه للرب، فبارك أيها السيد القديس، ادخل إلى فرح ربك الداعي لك بالرب يسوع المسيح
المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا. لقد قدس العلي مسكنه القداسة والجلال في مقدسه، هذا هو باب الرب ومنه يدخل الصديقون. قدوس هو هيكلك وأنت عجيب في عدالتك. رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الكلي الورع، صاحب السيادة المتروبوليت فينيديكتوس الجزيل الاحترام، قدس الآباء الأجلاء، إخوة المؤمنون بالرب يسوع المسيح، بحفظ الألقاب للجميع، تعيد كنيستنا اليوم تذكار دخول سيدتنا والدة الإله الفائقة القداسة إلى الهيكل، والتي بها نتذكر أن العذراء نذرت من بطن أمها للخدمة وكرست إناء للنعمة. وبهذا اليوم شاءت العناية الإلهية وبركة سيدي صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الجزيل الاحترام والمجمع المقدس أن أنال الدرجة الثانية من سر الكهنوت المقدس، ألا وهي رتبة الكاهن. صاحب السيادة، عرفتك منذ عام 2004، فأنت من قام بإرسالي إلى اليونان الحبيب لتلقي علوم اللاهوت وأنهل من فكر الآباء القديسين، وذهبت وأتممت دراسة اللاهوتية من جامعة أرسطوطاليس في مدينة تسالونيكي بدرجة البكالوريوس بتقدير ممتاز، لأكون أول أردني يتخرج بهذه الدرجة. وفي عام 2013 تابعت دراستي لأحصل على درجة الماجستير في التاريخ الكنسي بدرجة الشرف، وبنفس العام قبلت لدرجة الدكتوراه، وعلى حساب أي منحة من وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي لمتابعة دراسة الدكتوراه. وأنا الآن أنتظر المناقشة، وبعد عدت إلى الأردن الغالي لكي أخدم أهله الكرام، فعينت بالمدرسة الوطنية الأرثوذكسية، وبهذه الفترة نلت سر الزواج المقدس على يد رئيس الأساقفة بيلا فيلومنوس مخامرة، فتزوجت بتال النعماني وتعهدت أن تقاسمنا الصليب، فلها من الله القوة والصبر والمحبة. وفي 2011-2015 تمت رسامتي شماسا على يدكم الطهور، وبعد فترة أخبرت أني سوف أنتقل للخدمة في مدينة الفحيص الجميلة. وقبل بضعة أشهر فقط نلت بركة صاحبي سيدي صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الجزيل الاحترام والمجمع المقدس لأكون قاضيا في المحكمة الكنائسية عمان. وفي يوم الخميس 1/12 زف لي قدس الأرشمندريت يورونيموس الخبر السار والمبارك من القدس الشريف، ألا وهو قرار سيدي صاحب الغبطة والمجمع المقدس لترقيتي إلى درجة كاهن. سيدي، اسمح لي ببعض الكلمات بحق أشخاص لهم ولولاهم لما وقفت أمامك اليوم. على رأسهم سيدي صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الجزيل الاحترام، الذي لم يتركني يوما منذ 7 أعوام ولم يتوانى بإرشادي وتعزيتي وتقويتي بالصبر، فله مني كل الطاعة والاحترام. أما الأب يورونيموس المرشد الروحي لي، فأني لا أجد كلاما لك لأوفيك حقك، فكل ما أستطيع أن أقوله لك إنني أضع نفسي وعلمي تحت تصرف كنيستنا الأم وتحت تصرفك، فأنت وأعرف هذا جيدا، لا بل وأعيشه حاليا، ترشدني وتقويني وتحافظ علي كوردة تريد أن تزهر زنبقا لا شوكا. فثق يا سيدي أني سأكون الخادم الأمين والعبد المطيع لشخصكم الكريم
ولأهل مدينة الفحيص التي أصبحت جزءاً من قلبي. وأخيراً قدس الأب رومانوس السماوي، ذلك الشخص والأخ والحبيب والعزيز الذي أكن له كل الاحترام والمحبة والتقدير، فهو من وقف جنبي وساندني، فأن يتضرع إلى الرب الإله أن يهبه الصحة والعافية له ولأهل بيته. ولا أنسى أبي الروحي الإيكونوموس الأب إبراهيم دبور. وفي الختام، فإني وضعت نفسي تحت تصرف كنيستنا الأورشليمية التي منحتني بأن أكون خادماً لأهلي وعائلتي الجديدة في الفحيص، فإني أتعهد على الملأ إلى أهالي الفحيص بأني وبمساندتكم ومحبتكم لي سأكون خادمكم في السراء والضراء، في الفرح والشدة. فنحن الآن نبحر في قارب واحد إلى الملكوت السماوي، فإني سأبذل قصارى جهدي بالمحافظة على ثوب الكهنوت المقدس والأسرار المقدسة وأعداد الشبيبة ومدارس الأحد الذين هم قلب ينبض بالحياة. في الختام، إنني أشكر من أعماق قلبي أهلي وعزوة الكبيرة في مدينة الفحيص وعائلتي الصغيرة، زوجتي ووالدي وإخوتي وعموم آل دحابرة. وأشكر أيضاً كل فرد شاركني في هذه الفرحة الكبيرة. وأشكر أيضاً صاحب الغبطة سيدي ثيوفيلوس الجزيل الاحترام، ورئيس الأساقفة يوحنا ذهبي الفم، فلكم مني كل الاحترام والطاعة. كيلفشون كيلفشون ليش بطاقية τονίν προσφερόμενον σοι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον, εμπλεηθήνε τας ψυχάς.
متساوي في الجوهر. حكمة أنامة وإلهية أرادك في الكل حين ألاتي إلى الكسينة تكامل وللمرضى تصفي. كيري يتتدين السماس سارة إلى دار زاد الكخنو فلنصلي من عزك لكاي تخيل عليك نعمة وروك البليو وتشكو مستحيل
Άξιος. 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 Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Άγιου Ιλαέλα Δίκτων Ιθλάι Λαϊνά Αντα
الأبواب بحكمة تسري. أؤمن بإله واحد. وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 الرب صباحه ملأنا كل السماء جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. هذا كلكم
αδαχού Άδαμι, αλάδι διδάχτη ζαντή, αλάδι Ιουπρακού αν καθυρίνα, η μάρφυρα την χατάγια. Αλάτι λακα μην μαλακά του καδίμου καράκα αλλά κουλισάιε που αν μην ζήχατε κουλισάι. Θεός λάστη το ματωλό και λύσο. Θεός λάστη το ματωλό και λύσο. Μαρτύρων ευρυντών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη προηγουμένου. Και το χέρι παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ότε παρ' αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν. خذ هذه الوديعة واحفظها إلى مجيء ربنا يسوع المسيح إذ أنت مزمع أن يسألك عنها. يوم مجيء ثاني رهيب بس لا هو وخاصة من أضياء تاخرة كلية الكداسة الفائقة البركات المزيدة سيدتنا والدة الإله أدائمة البطولية ماريا ليتم إن الملائكة لما شاهدوا دخول الكلية النقاوة عند
يكون نارنا كل كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من رب الأسان. والسلام العالم الرب نسال استجيب يا رب استجيب يا لك يا رب وحلنا أيها سيدنا جرى بدالة على ندكابا غير مدينين أيها للأخ وسموي ونقول أنا الذي ليك تنفس اسمك ليأتي الملك ليتكن من شئتك كما في السماء وفي ذلك على الأرض خبزنا واترك لنا ما علينا فما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تمنا في تجربة لكن نجينا من الشرير يا ملاك الملك والقدرة
الخلاق وابن روح القدوس الله نعم وإلى داخل داخلين آمين. ولروحك أيضا لك يا رب. نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار، يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا، وبكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء وانظر، الذين أحنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه جميعا من الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر، رافق المسافرين في البر، واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. بنعمة رفات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه، وما رؤيك لكل قدس صالح وصالح الحياة لنا كل أوان وإلى دار الدائرين. إلهنا سيد مسجدك المقدس من عرش مجد ملكك، فهل ما لسيدك أيها الوديع من أجل الناولة جميع المؤمنين من أجل المنظور، وإنا لتناول اسمك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولك بنا لكل الشعب.
أنت خذ الحياة